وشبهة الملحد بالإنكار لربنا المهيمن القهار ألا يراه باديا عيانا وذا دليل يوجب النكران لو كان حقا ما ادعاه المثبت هناك رب بالوجود يثبت لكان شيئا باديا نراه كما نرى مشخصا سواه ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أو نلمسه لمسه وذي حجتهم كما ترى من أصلها واهية ثم إليك نكبها وقول نسمع يا كالإلحاد أدم الذي أصلت بالفساد قال شخص بالذي أصلته وأنكر العقل الذي أعطيته والروح والنفس وتيارا سرى الكهرباء حيث هذا لا يرى أكنت بهذا موافقا له أو ناقبا ومعلنا إبطاله أو حائدا ملتمسا تأويلا كي لا تكون ناقبا تأصيلا وكل هذا أنت فيه ملزم بما جارت من سلاح تلزم فإن تكن عقلك قد أنكرت فأنت مجنون وقد خسئت وإن تكن أقررت بالذي خفي من أمره لزمك الإقرار فيه وإن تكن أقررت بالذي خفي من أمره لزمك الإقرار فيه وجود رب خالق وهاب وبارئ مهيمن تواب وإن تقل عقل له آثار وكان من آثاره الأفكار كذاك روحي بها حياتي وجودها يعرف في الصفات قل لا إذا كنت قد استدللت على الذي غاب بما شهدت أثبته لما له من أثر لأنه دل على المؤثر قلنا فآثار الإله أعظم من الذي أثبته يا أبكم روحك يا مسكين من آثاره وما حواه العقل من أفكاره والأرض والسماء والهواء وتربة وشجر والماء والطير والوحوش والأنعام والنور والنور كذا الظلام والنار والنور كذا الظلام والجن والناس كذا الأملاك وقمر والشمس والأفلاك وما حواه البحر من حيتان وما حوت الأرض من ديدان وما حوت من نطف أرحام وما حوت من ثمر أكمام وما حواه قلم وما سطر وحملته المزن من ماء المطر والأرض ما تخرج من نبات وما تواريه من الأموات وهذه وغيرها آثار أوجدها موجدها الجبار وكلها أوجدها الإله والرزق يعطي لمن ابتغاه أليس في هذا دليلا مبنعا أن لهذا الكون ربا مبدعا هناك لهذا الملحد المخذول بشبهات يردها المعقول وعلة عليلة ممجوجة وفرية كاذبة أسموجة فقال ذا مصدره الطبيعة وهي التي أتت به جميعا فقال ذا مصدره الطبيعة وهي التي أتت به جميعا قلنا فصل لنا الطبيعة التي بكل ما في الكون هذا أتت سميعة بصيرة فحالة حكيمة مريدة قوالة آمرة ناهية محيطة رازقة لمن على البسيطة خالقة عالمة مخترعة انقلقلت من كل هذا أجمعة فإن تقل موصوفة بما ذكر فأنت أقررت بما منه تفر أن لهذا الكون ربا يعبد وخالقا مهيمنا يوحد سميته طبيعة بلا دليل ونحن سميناه ربنا الجليل فانحصر الخلاف في الإسمية ولزم الوفاق في البقية وإن تكن ليست بذا مصروفة وما لها من صفة معروفة قلنا فما لست بخير العدم
وما تعلقت سوى التوهم. قال بهذا الكون صدفة وجد، وما على قول سواه أعتمد. قلنا بذا من أبعد المحال، قائله أوغل في الضلال. فهل بني بيت بمعض الصدفة، أو زرعت أرض بدون كلفة، أو زرعت أرض بغير كلفة؟ هل وجد الثوب بلا حياكة، أو حلية كانت بلا سباكة؟ هل صنعة كانت بغير صانعي، أو حكمة بلا حكيم ضالعي؟ فعرة دلت على البعير، وآثر دل على المسير، وطلل دل على البنيان، وبصمة دلت على البنان. وكل ذا وغيره ما إن وجد، شيء بلا مؤثر فيه وجد. من صور النطفة بالأرحام، وأنطق الإنسان بالكلام، أمن بشكل الآدمي قد عني، سواه في خلق عظيم متقن. إذ جعل الوجه بأعلى والبصر، لكي يكون مدركا لما نظر. وإن تكن قد جعلت في الركبتين، ما نظرت غير محل القدمين. ثم اللسان والشفاء قد عرى، عن شعر لحكمة لا تزدرى. سل شعر الأجفان من قوسه، لحكمة للعين قد ألبسه. وكل إصبع بضبر جدا، لكي يقويا به أمدا. قد جعل المرخل في أعلى الجسد، ومخرجا في أسفل للنبذ قد هيأه ربي بتفصيل عجيب، يا دليل الإيمان ذا العدل الأليم. وبين بين نادة مزودة، بقوة الهضم ومص الفائدة. فالمستعيل في نائه ينحدر، بمسلك منزلق إلى الدبر. قد فصل الجسم له ليلقي، عنه بعيدا سارما من رجلي. أما الغذاء قد أمرت بصرفه، لكبد يعمل في تحويله إلى دم، ومن هناك يرسله في القلب، وهو بعد ذاك ينقله من بعد تكرير وبعد التصفية إلى الشرايين لنقل التغذية. لنقلها بها إلى الأعضاء بسرعة في دورة الدماء. هناك تستحيل في الخلايا، بحسب المطلوب للبرايا. هل كان ذا الترتيب إنتاج الصدف، أم كان تدبير حكيم قد عرف؟ كل الذي يصلح للخلق الذي أراده خليفة في الأرض ذي. فالأرض بالبعد عن الشمس جعل، في المستوى اللائق عند من عقل. فإن تكن أبعد من ذا المستوى، لم يستطع حي عليها من ثوى. لشدة البرد ولو قد قربت، تذبلت أشجارها واحترقت. والليل والنار كل يخلف صاحبه في آيات لا تخلف. الليل يأتي ليهدئ حرما، كان النار سابقا قد ابرما. وبالنار هكذا قد هدأت برودة الليل وفيه اعتدلت. وباختلاف أنتجت توازنا، لولا لم يوجد بأرض ساكنة. بالنيرين حكمة الحسبان، كي يعلموا عبادة الديان. ثم بها مصالح مرتبطة، بزرعهم والدين فهم والرطى. وكم ترى في الكون من آيات، أو دعا الديان للعظات. لكنما الملحد عنها قد عمي، من لم ير الحق فقلبه عمي. فانتبى المسكين من صفاته، وفهم المقصود من عظاته. فقال حقا إن ربي من بنى سبع سماوات وخلقا أتقنا. فهو الذي من حقه أن يعبدا، لأنه لكل شيء أوجداً.